اهلا وسهلا فيكم من برج الشمالي. اهلا وسهلا فيكم في لبنان. ملعب برج الشمالي من ملعب برج الشمالي. اهلا وسهلا فيكم يا احبابنا. اهلا وسهلا شرفونا بابنا. اسمي مخيم برج الشمالي وأنا جزء من دولة لبنان. بيعتبروني أصغر حدا بإخواتي بهذا البلد. بعيش بمنطقة صور وهي منطقة ساحلية وبتطل على البحر الأبيض المتوسط. وفيها كتير من محلات التجارة، منها صيادة السمك، تجارة على أنواع. بعيش فيه لاجئين فلسطينيين الأصل، وأنا بحب كتير طريقة التعايش واحترام اختلاف وجهات النظر. بتميز بامتلاكي مساحات خضراء طبيعية كبيرة. ومن هالسكان في مجموعة أصدقاء وهن من جمعية نبع، بيواجهوا نفس الصعوبات والتحديات ونفس الحصار ونفس خيبات الأمل. بس رغم كل هالشي هن واقفين مع بعض ومتعايشين مع بعض مع كل هاي الأوضاع. عالم الخاص عبارة عن مدرستي وطاقم المعلمين والطلاب، وخاصة طلاب صفي اقتصاد قلب. لما نفوت على الصف بصير بعالم تاني، عالم ما بيعرفه حدا غيري. هالمكان بفرح فيه وباكل فيه وبمزح فيه، بس وقت الدرس درس وما أدراك ما الدرس. وخاصة بحصة معلمي سامية، أجمل حصة بتمزح فيها وبتفهم فيها. معلمي سامية هي معلمة قريبة ورفيقة إلنا. كل أساتذة مدرستنا هن الداعم المهم لأحلامي، هن يلي بدعموني لأطلع عن المألوف وما خاف من حدا. وأصحابي يلي بحبهم كتير، نحنا بنجتمع ورا حيط الدكان. وما أدراك ما حيط الدكان. هالحيط بنكتب عليه الأشياء اللي بتخلينا فرحانين، والأشياء اللي بتحزننا، والأشياء اللي بنكون منها معصبين، وخاصة الامتحانات أو المواد اللي ما بنحبها. بهالحيط بتكتب كل شيء اسمه ذكريات إلك. الجاي اليوم، الجاي اليوم ترحل وتفل وتعود فلسطين عروس العرايا. أنا فلسطيني والهوية عربية، أنا فلسطيني والهوية عربية، منعوني كل أرضي حرقوني للحرية.
أصحاب الأرضية، هي بلادي وأرض جدادي وإحنا أصحاب الأرضية. بس بالنهاية بنفل من هالمدرسة، من عالمنا الخاص، وبنرجع للعالم الكتير كبير، عالم تاني. بنتذكر إنه في عالم غيرنا، في ناس تانية لازم نعيش معهم. اسمي سارة، عمري 17 سنة. أنا بحب الدبكي كتير لأنه أنا بنت كتير حركة، وبحب الحركة ونشيطة، ولأنه بحب الجمعة ونكون كلنا إيد بإيد. وبس كل معصبة ومتضايقة أكتر شي بحب أعمله إنه فيش خلقي بالدبكي، وهي هوايتي من أنا وصغير. والدبكي هي من التراث الفلسطيني يلي بتتميز بالحركات المعينة، هن الحجلة واحدة ونص، وأكتر غناية بحب أدبك عليها يا ريتان العرب شمر. اللي بتعلموا فيه رفقات الدبكي مع أستاذ محمد الشحيبر، وكل ما يدبكوا بحب شوفهم وراقب حركاتهم عشان اتعلمها وادبكها بالبيت، لأنه أنا ما في ادبك في مكان أو اتعلمها برا أو ادبكها بعرس أو مع رفقاتي، لأنه أهلي ضد هذا الشيء. شو بالنسبة إلي برج شمالي؟ برج شمالي هو ما بيعني لي شيء، هو لا ما في استقرار فيه، لا بيت ولا غرفة مستقرة إلي ولا شيء، أنه ما بعتبره شيء. أنا بشتغل بمنطقة اسمها العمرية، أنا بشتغل شغل يدوي إعادة تدوير الورق، برتاح كتير كتير بهالشغل كناسو كالمدربة، بعتبرن أهلي، بحسن هن مني وفيي، ما بحسن غربة عني، برتاح كتير في جناني هنيك بعد فيها إذا كنت متضايقة أو شيء، كتير مبسوطة. الموسيقى كل معنى الكلمة هي عبارة عن كلمات ومشاعر نابعة من القلب لحتى وصل رسالة معينة، ويلي أنا اخترتها وخاصة عن فلسطين.